حيت الله يحفظكم افرز فوالا. دونك وين رانا حنايا في تونس؟ هذه البلاصه كتبوها تونس العاصمه بالبحر سنتر فيل هي مدينه قديمه هنايا دام تاون ايفري ثينك ان انجلش ناو. يعطيكم الصحه. دونك معليش وكنصوركم في اللايف معليش غنهضروا على الانتخابات. هيا بسم الله فوالا. السلام عليكم الزلف اللون كاين راهي مخلطه اليوم جزائريين تونس كاع الحمد لله. معليش نهضروا مع التونس على الانتخابات معليش. يعطيكم الصحه فوالا. دونك على بالكم بلي اليوم رانا فرحانين بكم بزاف لانه قدرتوا تنظموا انتخابات بتخيروا الرئيس تاعكم بكل شفافيه بكل شفافه. ويعطيكم الصحه وسافي بليزير. وحنا في الجزائر رانا باغيين فريق نديروا كيما نتوما ان شاء الله. بكري الجزائر كانت الاولى دوكا رانا الدوزيام وانتوما راكم نمبر وان. خاوه خاوه. دونك اليوم واش من البيان باللي فوتيتو البيان؟ هذا هو فوالا. شفتوا ولا لا؟ هيا شوف فوالا يعني راكم مواطنين تاع الصح. السلام عليكم. تجيرية. اقعدوا معنا اقعدوا معنا خير الناس مرحبا بكم. دونك يعني كيف انتم قدرتوا سبسي ربي يرحمه الرئيس تاعكم ربي يرحمه توفى صافي 9 يوم وقدرتوا ديروا انتخابات يعني بدون مشكل؟ يعني اعطونا السر تاعكم تقدروا ديروا انتخابات بدون مشكل. دولة مؤسسات حتى كان يموت الشخص تستمر الدولة. المؤسسات موجودة ولا مش واقفة على الأشخاص؟ القانون مش الأشخاص. يعني عندكم دولة القانون هنا في تونس؟ تونس فيها القانون موجودة التشريعات موجودة في كل شيء. يعني يعني الديمقراطية تاع تونس ما تمشيش بالتليفون بالتعليمات بالقانون. بالقانون. دولة القانون، دولة الديمقراطية، كمل حياة سياسية، كمل سير على روحها. يعني اللي ربح تبارك الله يقعد 5 سنين، واللي خسر فاللي كيف كيف يعني يحترم. يعاود مرة أخرى، يعاود مرة أخرى. عنده فرصة أخرى يعاود، يحترم قرار الصندوق، قرار الشعب. بس على بالكم ممكن حتى دولة مسلمة اللي تمشي كيما هكا إلى تونس. تونس هي الوحيدة اللي سبقتهم في الثورة بريمير، سبقتهم في الانتخابات. سون بروبليم، يموت الرئيس عادي. نديروا انتخابات جديده سون بروبليم. احنا في الجزائر ما يموتش الرئيس على بالك. في مصر في الجزائر ما يموتش. ما يموتش في الجزائر. اقعد معنا اقعد معنا اقعد معنا. اجا عشان نكمل هنايا ومن بعد نزيدوا معكم. اروح اقعدوا معنا. صحيتو. مرحبا. تفضل. احنا مشكلتنا ماهيش اشخاص، عندنا القانون يحكم فينا، عاد الدستور يخدمنا، وفضل الله علينا ماناش كيف مصر. صاير فيها انقلاب ويقتل اشخاص غاديك يقولوا في جلطه في مريض ومات. لا الحمد لله احنا لهنا حتى اذا كان يخسر المرشح نتاعنا. وعلى فكره احنا منتخبين 26 سيف الدين محمود. الله يبارك الله يبارك. اوكي هو مرشح الثوره الشباب. اذا كان يخسر سون بروبليم. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ 42 شاب ما شاء الله شاب ما شاء الله. وفيه عجبكم في البرنامج تاعو؟ يعني واش عجبكم في البرنامج؟ البرنامج تاعو يرجعنا 9 سنين التالي، يرجعنا لأيام الثورة، يرجعنا يفكرنا تاع 2011 إيه يفكرنا الثورة علاش قامت؟ هذا هو البرنامج تاعو. يقدمك القدام ويخليك سبحان الله راجع فينا روح الثورة، البرنامج تاع سيف الدين مخلوق، عكس برشا مرشحين كانت برامجهم عادية. كي شافوا البرامج بتاع سيف الدين مخلوف ولا ياخذوا من عندهم ولا يطالبوا. احنا دولة الوحيدة تو نطالبوا فرنسا تعتذر منا على اللي عملته فينا الكل. فرنسا ستوب، فرنسا هز يديك على تونس، فرنسا ما عندكش حتى حق باش تحكمي فينا، ما عندكش حتى حق باش تزيد الملح والبترول والنوابغ بتاع تونس. دونك هو الوحيد اللي قال فرنسا ستوب، فما حتى واحد قال فرنسا ستوب. صح. السياسيين الاخرين راهو مع فرنسا ولا ضد فرنسا؟ برشا منهم مع فرنسا، برشا منهم يقولوا فرنسا صديقة، فرنسا بلاد محترمة، فرنسا اوكي بلاد محترمة وشعب محترم، لكن فرنسا تسرق فينا ليل مع نهار، وتمشي وشيرة الجنوب تشوفوا غاديك البترول كيفاش قاعد يمشي، تشوفوا الجبال نتاع الملح كيفاش قاعد يمشي، هكتار ملح يهزوه خمسة فرنك بدورو تونسي. فوالا اللي داعينه هذا هو اللي داعينه الاستاذ سيف الدين مخلوف اللي يدعي انه نراجعوا الاتفاقيات مع فرنسا يكملون الاستقلال التام على خاطرنا على الدوله ماهيش مستقله تو. والدليل انهم يحكموا فينا في كل شيء، في اي حاجه، في التكنولوجيا، في النوابغ، في الاستقلال، في القرارات، في اي مجال، في
اي مجال. تفضلي اختي. دروس بعد الثوره خير، واحنا شباب الثوره عملنا ثوره، كيف شو يسموها عملنا ثوره ولا ما عملناش ثوره. انا اليوم كي نشوف اللي احنا ولينا يترشحوا 26 واحد، 26 واحد نمشوا ننتخبوهم، وقبل يترشحوا 26 واحد 25 في الحبس وواحد واحد البرة. معناه هذه حاجه نفرحوا بها برشا. صحيح احنا خرجنا قلنا خبز وماء وبين علي، صحيح احنا اليوم فما غلاء في الاسعار، فما الريكروتمون تاع الخدامه ما عادش نخدموا، فما نزلوا علينا برشا، صحيحه نسبه الفقر زادت، هذا كلنا عارفوه. اما اليوم انا كي نشوف فما ديمقراطيه، فما مشروع قاعدين نخدموا عليه، وانا اليوم عندي الحق ننتخب اللي انا نحب، هذه حاجه تفرح برشا. احنا قبل ما كناش نحلموا بها، عمرنا ما كنا نحلموا بها. حاجه اخرى، انا اليوم انتخبت سيف الدين مخلوف، لانه سيف الدين مخلوف بالنسبه لي انا هو شاب، هو شاب اولا طموح، مش كيما واحد عمره 80 سنه مش يخزر كان الخشم. انا سيف الدين مخلوف ولا غير سيف الدين مخلوف، مش في شخصه، هو شاب اليوم عنده 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 نظره بعيده، يعني عنده نظره للمستقبل، مش كيما انا نحط لي واحد 80 سنه يلعب برقه فلاس قاعد يموت ولا 90، معناها ولا 90 سنه ما مش باش يخمم، مش باش يخمم كيما باش يخمم انا شاب، بس كيما باش يخمم هو راجل كبير. معناها اون بلوس معظم معظم اللي مترشحين ما عطاوناش طرح، هو شنيا الرئيس، هو احنا تو حكم، احنا تو حكم برلماني، فما طرح باش يتعطى في الحكم البرلماني، شنيا الحكم البرلماني اللي هو شنيا الطرح نتاعو، لازم يكون في وزاره الدفاع، وزاره الخارجيه والامن القومي. انا للرفيق كلها تقول رئيس حكومه قاعده تحكي كوم سي رئيس حكومه هو اللي باش يحكم، معناها ولا حكم رئاسي اللي انا في ريتو بزاف مخلوف ومش يحكي هكاك. فما طرح فيها دوما ثلاثه، عطى طرح فيها دوما ثلاثه. اليوم انا ريت اكثر شجاع اليوم هو الشخص هذاك، مش نحكي به ديما نقول مش نحكي بشخصه، نحكي في نحكي موضوعيا. معناها انا بديت البرنامج تاعو فعلا البرنامج نحكيو تاعو برنامج، انا اللي تجرأ ويقول لفرنسا ليه، مش احنا ما قلناش رانا عندنا مشكله مع فرنسا ولا عندنا مشكله مع الفرنسيس، هذا ما قلناش احنا اليوم باش نعملوا حرب ضد فرنسا، ما قلناش احنا عندنا مشكله في الجزائر، عندنا مشكله مع فرنسا على بالك. احنا اليوم نخرجوا وقولوا انا كنحب رئيسها اليوم يخرج يقول لي راك مستعمر، ما يكذبش علي ويعمل لي عد استقلال ويقول لي انت مستقل، هو راه يقول كيما هاك. ولا احنا الرؤساء والحكومات اللي شدت الكل نحتفلوا بعيد الاستقلال، يبقى انا مستعمره، معناها يا خويا اخرج قال لي راك مستعمر وسيبني مساج خليني انا والمستعمر. انا الاصلع نتاعنا نتاعهم السفير المقيم العام الفرنسي يصوروا يجوا في البلاد كيما يحب، في الكوره متدخل فيها، في السياسه متدخل فيها، في العروسات متدخل فيهم، معناها الشان التونسي الكل متدخل فيه، هو راح يحكم في تونس. وبعد تقول لي انت مستقل نتاع شنيا استقلالي تحكيوا عليه، واليوم احنا اي واحد يحكي على ثرواتنا، ثرواتنا اللي هي اهم حاجه، احنا تونس راهي دوله غنيه ماهيش دوله فقيره، والحمد لله. حتى اي واحد يقول تونس دوله فقيره، وكما هما المستعمر مستحق لينا كما احنا مستحقين ليه، راه مش هما عاملين علينا مزيه، راه احنا اليوم كان جينا ثرواتنا المنهوبه، سيرتو ثرواتنا المنهوبه، كان جينا اليوم نتكلموا على ثرواتنا، الملح يتباع بالمليم الرمزي اللي هو يعتبر الذهب الابيض، فوسفات معناه فوسفاتنا، زنك، بترول، انواع الثروات الباطنيه نتاعنا. اليوم كان تقرا اتفاقيه الاستقلال تعرفش تقول يعني بكاش السياده الوطنيه التونسيه اليوم. انا احنا ما عندناش السياده الوطنيه، واللي شدوا يحكيوا لي على الدبلوماسيه، على اي دبلوماسيه تحكي وانت مستعمر؟ شنو هي الدبلوماسيه؟ ما حشتنيش انا بالدبلوماسيه، نمشي نصحح لك كل مره نعمل عقود جديده ونصحح عقود جديده وتحكي لي على الدبلوماسيه، على اي دبلوماسيه انا نحكي؟ ما حشتش به انا المقاومه الدبلوماسيه نتاعكم انتوما، لان احنا ابناء ثوره، احنا اليوم رانا خرجنا ومتنا وخرجنا، اللي مات في كرتوش واللي لليوم اصدقائي اللي ساقوا مقصوصه، واللي لليوم عباد قاعده ما زالت ميته، وعباد ضحات ضحينا باش انا اليوم اموال نلقى شكون يتكلم على تونس. تدور حرين خويا، انا نجوع مسيرش انا نجوع ليسونسيال بلادي تنجح، ما تخدمنيش واحد تعرف فيك ما نخدموش، اما بلادنا تنجح وما خلينا نقدموا ببلادنا يا اخي، ما نخدموش بطاله زيادات وزاد بلادنا قاعده كما هي، على الاقل خلينا اعطينا نتكلم واعطينا نقولوا اعطينا نعرفوا نتكلم واعطينا نجيو للمستعمر نقولوا له راك مستعمر احنا حتى اللغه الفرنسيه نورمالمون انا ما نقراوهاش، نقراوها كانك هذاك الوقت العدو، او مش هي تكون اللغه الكل، معناها اللي هو اللغه الثانيه معناها. دونك احنا اليوم رانا مازلنا مستعمرين، والاستعمار اللي مستعمرين اليوم اكثر من الاستعمار المباشر، لانه الاستعمار المباشر نهز السلاح ونخرج لك، الاستعمار المباشر يعني باين نخرج ضد، اما الاستعمار غير مباشر اللي احنا عايشين فيه اليوم هو اكبر دمار. استعمار بالعلم التونسي كما في الجزائر، استعمار بالعلم الجزائري. لا احنا اليوم سفاره، احنا اليوم سفاره فرنسا، سفاره المستعمره اليوم في قلب شارع حبيب، في قلب شارع الثوره،
اللي هي صارت المستعمر وزيد يسكروا هيلو وزيد عاملين عليهم بوليسية ومسكرينها ومحميينها أكثر من أي سفارات في تونس الكل. امشي شوف السفارات في تونس الكل ما تلقاش كم سفارة المستعمر. القيمة اللي عاتينا سفارة المستعمر ومسكرين علينا الكيس مش احنا ما نتعداوش على خاصة الكيس على خاصة المستعمر. انا نتمنى ان شبابنا يولي واعي ونفيق ونحن راه مش عاملين علينا مزية وما فهم حتى واحد عامل علينا مزية وشبابنا راه واعي ورانا عندنا كاباسيتي في كل شيء ورانا قادمين رانا قادرين نقدموا في البلاد هذه ان شاء الله. رانا كنشدوا في الطريق هذا رانا نقدموا باذن الله ان شاء الله. الله يحفظك. عطينا كلمه على الانتخابات التشويره معك. تفضل تفضل. عطينا كلمه. شو نقول لكم حاجه ولا لا؟ انا على بالكم انا كي جيت شو انا راني فرحان بكم اليوم في تونس كي قدرتوا تنظموا انتخابات يعني بدون اي مشكل والشعب راني نشوف باللي راهي يروح المكتب الاصوات يعني حاجه اللي تفرح ورانا باغيين باللي في المغرب في تونس في ليبيا في موريتانيا يعني في كاع الدول المسلمين يديروا كيما تونس اليوم تبارك الرمز تاع الديمقراطيه في البلدان تاع الاسلام هذه حاجه اللي تفرح وراني باغي في كاع العالم يعني البلدان تاع الاسلام يشوفوا ويدركوا اليوم في تونس فهما فليديروا كيما تونس. يعطيك الصحه على هذا الشيء انا فاني بغيت نسقسيك كي راكي تشوف المستقبل تاعك يعني كي كيف راكي تشوفي المستقبل تاعك؟ احنا نشوف المستقبل نتاعنا ان شاء الله زاهر على الاخر على قد الشباب نتاعنا ولا واعي على الاخر وفاهم اش معناها السياسه، فاهم شكون باش ينتخب، فاهم شكون باش يختار، الشباب نتاعنا اختار ابي ان شاء الله الله يحفظك خويا. نتاعنا اختار سيدي دماغك على خاطر اصغر واحد في اللي مترشحين معناها في الرئاسه. والوحيد اللي قال كلمة الحق، الوحيد اللي خرج وقال يا شباب يا تونس رانا مستعمرين لحد الآن، راي فرنسا مازالت في تونس، ما قالنيش راكم مستقلين على خاطر وقت اللي كانوا رؤساء آخرين وقت تكلمنا وقلنا رانا احنا مستعمرين قلنا ليه راكم مستقلين، وين وثيقة الاستقلال؟ ما عندناش وثيقة الاستقلال، احنا رانا ما خرجناش نتكلموا على فرنسا ولا حكينا على فرنسا رانا باش نقيموا الحرب على فرنسا، ليه؟ اما قلنا يزي باستا لهنا يزي نحبوا بلادنا نحبوا ثوراتنا احنا نتاعنا نستغلوهم احنا نحبوا شباب تطلع للقصر نحبوا شباب تطلع في الحكومه نحبوا شباب تخدم في البرلمان ما عادش نحبوا نشوف واحد مثلا قاعد في البرلمان ولا قاعد يخدم في رئاسه الحكومه ولا غيرها رغم كل شيء يزينا من الشباب نحبوا الشباب يعطيك الصحه بارك الله فيك عيك نسقسوا هذو اللي جدوا معنا وانتم شحال في عمركم شحال؟ الله يبارك اليوم راك فرحان بلي راك اليوم على بالك بلي تونس اليوم راهي تمثل كاع الدول تاع الاسلام يعني بلي الديمقراطيه على بالكم بها هذه ولا لا؟ راكم فرحانين؟ صافي بليزير يعطيكم الصحه ولا يسجيكم ان شاء الله. ميرسي افو ثانك يو. افيك بليزير بيان سور افيك بليزير رانا هنا رانا هنا. مديد واش جيت لعندك؟ الله يحفظك خويا الله يحفظك. شوف انا كي نشوف بلي جزائريين وتوانسه راهم خاوه خاوه صافي بليزير. حاجه اللي تفرح. حاجه تفضل تفضل. تفضل تفضل تفضل. اسمح لي خويا. شوف انا اي واحد اللي يبغي الخير بلاد اللي يمثل الشبيبه خاوه خاوه ان شاء الله الله يحفظك خويا يعطيك الصحه لاباس شكرا الحمد لله يعطيكم الصحه عليكم السلام لاباس الحمد لله الله يحفظكم وي رانا هنا اجا شوف هيا شوف هيا شوف خويا لا لا اهدر شويه اخويا شوف شوف مرحبا بكم بس اعطيني النظره تاعك دوكا اعطيني النظره تاعك بالنسبه للانتخابات مرشح شباب مرشح ثوره ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه والله يحفظكم على خير وعلى فيسبوك تاعي دكاز رشيد اجا شوف اجا شوف اكد بيشوف دكاز بالعربيه دكاز خوه خوه هلا دكاز رشيد هيا شوف هلا هلا هذه هي هلا مشيو دكاز دقيقة دقيقة معليش دقيقة بركة فوالا ديدي فوالا هذا راكي معنا دوكا مرحبا بكم والله يحفظكم يعطيكم الصحة وتحية تونس فوالا الله يحفظكم هيا بسم الله هيا هيا مرات فوالا رانا اون ديريكت من تونس رانا ليك هيا ان شاء الله تفرحنا في الانتخابات ان شاء الله معاكم وبيكم ان شاء الله رانا كاع خوا خوا ان شاء الله هيا روح 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 الحاجه روح
اروح اروح على بالك انا شاوي في راسي يا خويا الله يحفظكم استقبال اللي درتو لي في دابا في خجله وبالمواخي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايوا ايوا بسم الله صحيتو اي حركة لا شوف شوف اون ديريكت اي حاضر انا اي اروح 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 بسم الله صحيتو يعطيك الصحة دخلوا وسط الدين عليا هيا بسم الله ما رشيد ما في بلجيري بيان سور في بلجيري والله يرحم الشهداء ها يا صاح شفتوا لي زرجيريان بارتو ها لي زرجيريان لي زرجيريان لي تشيديجيا كي خوا 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 انا شفتوا ولا لا خوا خوا يعطيكم الصحه ما كاينش مشكل ربي يعيشك يا سي رشيد فوالا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه فوالا صافي بليزير بيان سور هذيك تيجي هيا بسم الله صحيتو شكرا لك يا وزير يا وزير اي اي كي